كل جزء من المحطة كان محمي ببراءة اختراع أو يمكن عدة براءات اختراع، وبراءة الاختراع دي مملوكة في أغلب الأحيان للجانب الإيطالي. فاللي احنا كنا بنحاول نعمله من خلال المشروع هو توطين المعرفة الخاصة ببراءات الاختراع دي في مصر عن طريق محطة غير معتادة، غير الشكل التقليدي لمحطات الطاقة الكهربائية، لأن هي مش محطة بتنتج كهرباء فقط وبتحلل المياه، هي كمان بنعتبرها تكنولوجي هاب أو منصة للبحوث والتطوير ومركز للبحوث والتطوير على النطاق الإقليمي والدولي. على النطاق الإقليمي احنا مهتمين بتوظيف المحطة دي في أفريقيا، واحنا بالفعل في خلال شهرين هنستقبل وفد من المتدربين من رجال الصناعة الأفارقة وكمان باحثين ومطورين أفارقة للتدريب في المحطة دي بالتحديد. فالمحطة أصبحت بالفعل مركز دولي للتدريب في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومركزات الطاقة الشمسية، وأصبحت بالفعل بتحلي مياه 250 متر مكعب في اليوم. مكون التكنولوجي المبتكر في المحطة موجود في المرايا، موجود في الأنابيب، موجود في استخدام الملح المنصهر كناقل للحرارة وأداة لتخزين الحرارة. في أغلب الأحيان الناس اللي بتستخدم الطاقة الشمسية بتستخدم زيوت أو وسائل أخرى لنقل الحرارة. المولتن سولت أو الملح المنصهر بيقدر يستحمل حرارة ويعلي عند درجة 550 درجة مئوية، فده بيخلينا نستغله أكثر كناقل للحرارة. بس طبعا الاستخدام الخاص به في مكونات واعتبارات تكنولوجية مختلفة ده اللي احنا اهتمينا بتوطينه في مصر.